إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بكم في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. مشكلة جديدة مع زغاليل البلجي، الأهالي ضربت الفروخ ضرب جامد. طب ليه؟ يلا نعرف سوا. الجوز بتاعنا هو ده القفص اللي احنا بنربي فيه، موفر لهم الأكل والمية، وفي محار موجود جوه هوت، وما شاء الله كمان واكلين منه، يعني المحارة قربت تخلص. فإذا الجوز دوت بياكل محار كويس، الأكل العادي متوفر. طيب هو ليه عمل كده؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله خلال الفيديو اللي احنا فيه حاليا. الجوز دوت الذكر اللي هو الأخضر والأنثى اللي هي البيضة، دوت تركيبات فالو مع فلل. زي ما قلنا لكم قبل كده إن لو أنت عاوز تربي بادجي وعاوز تستمر فيه وتحقق منه ربح، لازم تختار أزواج تكون مميزة، ودي تركيبة من ضمن التركيبات اللي احنا عاملينها. الجوز ما شاء الله واكل محار كويس اهوت، والمحارة حتى كمان باين عليهم ان هم محركينها من مكانها، شايفين اهوت واكلين محار كويس. يعني قدامها كمان يوم او يومين والمفروض بقى نغيرها ونحط واحدة جديدة. ادي الاكلة بتاعتنا، احنا حاطين لهم اكلة كبيرة علشان تتسع للفروخ اللي كانت موجودة مع الزوج. ودوت الأكلة أكل الطري، كنا حاطين النهاردة جزر مبشور، ديت المسقة بتاعتنا. واضح إن الزغاليل هي مبهدلينها بالأكل، موقعين فيها أكل رغم إن إحنا بنغير المية كل يوم. لذلك بنقول لأصحابنا أي حد بيربي لازم يوميا تغير المية. في آثار لنشارة واقعة في الأرضية. طيب إيه الحكاية؟ الحكاية إن الأهالي بتضرب الفروخ لعدة أسباب. تعال نبص الأول على العش بتاعنا. العش بتاعنا هوت مفيش فيه فروخ، احنا شلنا الفروخ عزلناها بسرعة في قفص تاني. واضح ان فيه ان النشارة ديت متساوية وكلها مش موجودة في ركن او العش زي ما يكون مترتب، فده له دلالة على حاجة. تمام، ايه بقى ايه الدلالة على كده؟ الدلالة على كده ان الأنثى بدأت ترتب العش بتاعها علشان تكون أسرة جديدة أو تحط دورة بيض جديدة وتكون فروخ جديدة. أول ما قفلنا العش النتاية دخلت على طول. لذلك بننبه لأصدقائنا إن إحنا ما تفتحش العش على الفروخ أو على الأهالي وهي جوه العش. ديت الفروخ بتاعتنا هيت، هنبص عليها كده ونطمن عليها. فرخ واحد واحد، هم أربعة. الأنثى كانت بيضة 5 بيضات، واحدة منها كبست بسبب الرطوبة، الزغلول ما قدرش يطلع، وأربعة دول خرجوا مهمت ما شاء الله، 2 فالو واتنين عاديين. هنبص على الفروخ كده نفحصها فحص سريع ونشوف كده لو كان حصل لها أي حاجة، آثار العدوان بتاع الأهالي اللي حصل عليهم. ده فال فرد فال هوت، في ريشة كده زي طفط في راسه، وفي ريشتين على كل كتف. ده هيطلع زي ما انتم شايفين كده، هيكون فريش على الاكتاف. ده حاجة مميزة، عصفور مميز. لما بتربي عصفور مميز بتكون انت حابب انك تكمل في الموضوع وتلاقي فيه يكون ربح، فيدفعك اكتر لانك تكمل. ده العصفور التاني اللي الاهالي ضربته، الضرب كان جامد جدا على راسه، اهو فيه اثار كدمات دموية في الراس، والراس كلها محمرية. بدأت الأهالي كانت تنتف له الريش بتاع الراس، وفي آثار ضرب على المنقار، وفي آثار دم كمان موجود أسفل الفك بتاع العصفور، الفك السفلي. فإحنا دخلنا الحمد لله مع الزوج دوت في الوقت المناسب. لو كنا استنينا شوية كمان كان ممكن العصفور دوت، يعني كان ممكن نفقده بسبب ضرب الأهالي الشديد له. بقية الزغاليل اللي موجودة معانا هنبص برضو عليها، اهو شايفين آثار الدم والضرب اللي موجود عند الفك السفلي للزغلول، وصلت له الأهالي ديت في المنطقة بتاعة الراس، لأن الزغلول بيكون باستمرار عمال بيجري ورا الأهالي وبيبقى رافع راسه علشان خاطر يطلب الأكل. فبتقوم الأهالي لو هي ما عندهاش قابلية في التوقيت ده إنها تأكل، بتقوم ضرباه ضربة جامدة على سبيل إن هو يبعد عنها. ولكن الزغلول مبقاش فاهم كده، بيبقى باستمرار لحوح في طلب الأكل. ده الزغلول التالت اهوت كويس، هو ما شاء الله مفيش له في أي آثار ضربة أو أي حاجة، عزلناهم في التوقيت المناسب.
الزغلول الاخير بقى اللي معانا الرابع، نبص برضو عليه كده بصة سريعة، هو فعله برضو اصفر دبل شوشة وميني كورك، علاماته ما شاء الله قوية، حجمه كويس وصحته كويسة، بيتمتع بالنشاط والحركة، اه ما شاء الله يعني مالي ايديا، زغلول صغير والحمد لله باين حجمه كويس في ايديا، هنرجعه مكانه. طيب ليه الاهالي عملت كده؟ الاهالي بتضرب الزغاليل لسببين، السبب الاولاني بيكون غيرة من الذكر او من الانثى من الزغلول، لان بتبقى الزغاليل او بتبقى الاهالي عارفة الزغاليل ديت ذكور ولا اناث، فتلاقي الزغلول ذكر فالانثى تبقى ميالة له، او الذكر يبقى خايف عليه او خايف منه ان هو ياخد الانثى بتاعته او خايف من وجوده في العش. شايفين اثر الضرب جامد ازاي على منقار الزغلول؟ حاجة يعني صعبة جدا. فالذكر بيكون غيران على الانثى بتاعته، فيبدأ يضرب الذكر الصغير عشان يبعده من العش، او العكس الام عرفت ان ديت بنوتة صغيرة فتبدأ تضربها علشان غيرانة على العش بتاعها، وان هي لما تكبر ما تخشش العش بتاعها. ده سبب. السبب التاني بيكون سوء تغذية، انت ما بتاكلش كويس او مش موفر اكل للفروخ، فتبدأ الاهالي تنتف الريش من الزغلول وتمص الدم بتاعه عشان تعوض النقص. السبب التالت بقى وهو اللي قدامكم ده، وهو ده بالفعل اللي حصل، ان الانثى بتجهز لعش جديد، فبدأت زي ما انتم شايفين كده تخرج النشارة الزيادة اللي موجودة جوه العش علشان تحضر لعش جديد، فبالتالي وجود الزغاليل معاها حاجة مزعجة، هي عاوزة تبقى مركزة مع الذكر بتاعها وتكون عش جديد. في الحالة ديت انت لازم فورا بتتدخل وتشيل الفروخ من مع الاهالي وتبدأ انت تأكلهم يدوي، او في طريقة تانية ان انت تعمل شيالة خارجية وتحط الفروخ فيها على سبيل ان الاهالي تبدأ تأكلهم من ما بين السلك. ازاي موضوع الشيالة دي؟ هنبقى نتكلم عنها في فيديو مستقل. لو تلاحظوا دلوقتي انا خبطت على العش لان كانت الانثى جوه العش، وفتحت العش بهدوء جدا عشان ابدا انبهها ومش افزعها باني افتح عليها فجاه. العش هو متساوي مترتب وفي اثار ريش بدا يبقى موجود جوه العش، كده الانثى بتحضر لعش جديد، فده السبب اللي خلاها تبدا تضرب الفروخ، لان هي عاوزه تفوق للعش الجديد، والذكر او الزغلول اللي موجود معاها الصغير دوت عمال باستمرار بيطلب الاكل، فبعض الاهالي مش بتكون متقبلة موضوع الزن بتاع الفروخ باستمرار. لما انت يكون عندك فروخ هتبدأ تلاحظها، هتعرف موضوع زن الفروخ دوت عمال باستمرار بيجري ورا الاهالي عاوز ياكل وما بيبطلش اكل او ما بيسكتش عن الصوت بتاعه وطلب الاكل الا لما معدته تكون مليانة 100% حبوب، يبدأ الزغلول يسكت شوية، لما يبدأ يهضم يبدأ الزغلول تاني يقعد يزن تاني على الأهالي عشان عاوز أكل جديد، فالموضوع بيكون عبء شديد جدا على الذكر والأنثى أثناء تأكيل الفروخ. طبعا كل ما العدد ما بيزيد كل ما بيكون العبء على الأهالي أكتر. 4 فروخ عدد مش كبير، عدد صغير، العدد الكبير بعتبره بيبقى يبدأ من أول 6 فيما فوق، فـ4 فروخ 5 فروخ 6 فروخ ما هوش مشكلة يعني. أهم شيء تعمل زي ما احنا كده مستمرين كل يوم، لازم تنوع في الأكل اللي انت بتقدمه للأهالي. احنا النهاردة حاطين جزر مبشور، امبارح كان غلة، أول امبارح كان بيض عليه بقسماط، وهكذا كل يوم بنحط وجبة جديدة طالما الزوج معاه فروخ، ونفضل مستمرين في الموضوع دوت لحد ما الفروخ تتفطم كلها ويبدأ الزوج في حط بيض جديد. اول ما الانثى ما تبدا تحط بيض جديد بترجع انت للوضع الطبيعي بتاعك، انك تحط بيض مره واحده بس في الاسبوع، ومره واحده غله، ومره واحده جرجير، ولو حبيت تحط فواكه فبتكون برضو مره واحده في الاسبوع، ما بتكترش في وجبات البيض والغله، لان اثناء الرؤاده على البيض واثناء البيض الانثى بتكون مش بتعمل مجهود كبير، اغلب الوقت بتكون قاعده فبنخشى عليها انها تليس، فلذلك ما بنكترش وجبه البيض. الانثى هي ثابته بتخرج بره العش في اوقات كتير اليومين دول على سبيل انها توفر وقت للذكر اثناء التخصيب، وتكون اكبر قدر بره العش لانها بتكون خلاص بقى يعني عاوزه تجهز نفسها لعش جديد، تبدا تهتم بالريش بتاعها وتهتم بصحتها وانها تاكل كتير، تاكل محار كتير،
فما بتكونش عندها قابلية قوي انها تتأكد الفروخ. بعض الاناث ممكن تبيض عادي وتهتم بفروخها اثناء ما هي بتحضر البيض، زي ما انتم شايفين كده في اثار للانثى ان هي بدأت تبيض، هي في كيرف كده موجود انها بتحضر خلاص. الانثى دي ممكن تبيض خلال 3 أو 4 أيام. نصيحة بقى في النهاية اللي عاوزين نقولها، ان انت لازم تراعي الفروخ بتاعتك باستمرار، تهتم بيهم، تراعيهم يعني تباشرهم يوميا وتشوف التغذية بتاعتهم عاملة ايه على الاقل مرتين في اليوم. ده حاجة. حاجة تانية، لازم تشوف صحة الفروخ اللي موجودة وصحة الاهالي، والقفص تفحصه باستمرار وهو والعش بتاع الفروخ. حاجة كمان اخيرة هنحب نقولها، ان الموضوع العراق ده لازم تكون انت عارف السبب بتاع العراق ايه، وتفصل الفروخ في الوقت المناسب مش تتأخر عليهم، وتهتم بتغذيتهم لحد سن الفطام. اتمنى يكون الموضوع عجبك وعرفنا من الفيديو دوت معلومة جديدة. لو الموضوع فادك ما تبخلش عليا وحالا تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد. لو ليك اي سؤال او اي استفسار خاص بعصفور البادجي حالا اعمل لي كومنت اسفل الفيديو. تحياتي لكم جميعا في رعاية الله.